السلام عليكم خوت ديال تبارك الله عليكم كبغيكم كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فلوق جديد جبرتوني اليوم ان شاء الله انا والقايده غيتا عنا التصوير ديال الكليب ديالنا ان شاء الله. وها انتم كيف ما كتشوفوا معايا السي ايوب وجادو الغزال استناو معنا بلا الغبال حتى هو خوت ديالي تبارك الله عليكم كنتمنىكم كامل تكونوا بخير وعلى خير. تهلاونا في رشيد لانجري شحال ما شفتوا واه معنا في فلوق باقي ما جيتش ان شاء الله. شوف هاد الكليب هذا بوم زي العرب هو زي العرب هو الاسطوره ديالنا. عليكم انتظروا رشيد لانجري قريبا نيكس خليكم معنا تشوفوا الاجواء. ريتا الخاوه جبرتيني كانت قد كنشوفوا راسي بعدا في الملكي داير. لا لا غزال واحد شوف غزال ما شاء الله عليك الله يحفظك. انا رشيد عاس راه المخرج ديالنا ايوب اوجادور والكاتب وكل شيء في هذا الكليب هذا هو شاعر الاحزان ديال العرب. شاعر الاحزان نصوروا فيها الكليب ها انتم خوتي ديالي كما كتشوفوا فوالا. شوفوا لا منظر صراحه منظر انا يغزل بزاف. ها هي لا بيسين فوالا. صراحه بحال من الحراره ماشي عاديه هنايا كما كتشوفوا الحطيشات سي بابي. شباب بيسينا بوحديته اخي انا ها وقف قف واش بقى ولا بلا قاد بقى وقف قف وقف برجلك اسمع هاي هاي رشيد اخي شكون من الجمهور ديالك اخي رشيد شكون من الجمهور ديالي الجمهور ديالي عارفيني بديك المقام بزاف اليوم انا ملي كنصور صراحه يعني زعما شنو الحاجة اللي كتقولي لهم؟ النصيحة اللي كتنصح للجمهور ديالك حاليا النصيحة اللي كنصح لك خطير رشيد لانجري دابا كيما كتشوفوا خوزي ديالي جبتونا حنا كنصوروا خدامين في التورناج وخليكم معنا حتى الاخر. وكنتمنى ان شاء الله شي حاجه اللي تكون في حسن الظن ديالكم وما نحشمش بكم هادشي اللي كاين زين. اجي اجي اجيبو ولا هاد Thank you.
انا مو فاران علاش كوت راسي ادلك تحمقني انتوما كيما كتشوفوا هاي 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 شكون هادي غيتا ولا شكون هادي اليسا هاي 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 السلام عليكم لي زامي صافا لاباس انا قسا مع اخويا اصغر مناجر في العالم راشد اللانجري بدينا في التصوير درنا لا بروميير بارتي ديال التورناج حنا دابا لا دوزيام بارتي جالسين في اجواء حميميه كنشربوا العصير ديال التفاح واللانجري ماك ساكت مالي ساكت كنتسناك تكمل انا ساليت الهضره كما كتعرفوا اختي ديال اليوم طلعنا التصوير ديال التورناج داك الكليب وكنتمنوا ان شاء الله تكون شي حاجه اللي في المستوى اللي تكون شي حاجه توب ان شاء الله خليكم معايا ما تزبعوش مازال 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 رشيد الغزال داك الكليب داز داوب ان شاء الله كيجاك الصوت ديالك والصراحه لا فنان كيجيتك لا واعر فنان رشيد لانجي بقى شي مناجير رجع شوف رشيد لانجي سبعه صنايع راسك ضايع مناجير يوتيوبر فلوجر كيعمل كل شيء يا صاحبي واحسن حاجه والله تنقولها سمعوا سمعوا رجل اعمال الله يا اخي خلي تمثيل كل شيء خليت الناس ما يقولوا اعمل كل شيء نقول لك شوف لكل فنان طرف الحمد لله كنحاول انني ندوز من جميع التجارب وكيجي اجي نسقسيك يعني سؤال واحد اخي رشيد نسقسيك سؤال واحد في الكاميرا واخا خليك معايا كما كتشوفوا اخوتي ديالي دابا صافي سالينا التصوير ديال التورناج ديال الكليب غيتا وي اجي اجي انا السلامه ديالنا سالينا الحمد لله سالينا تبرقي مازال 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 تابعنا لقطات واحد اخرين هي ناري هي ناري قلت لكم اخوتي مصوركم 10 9 الحلقات مصورينهم ما بغاش ينزل ما عرفتش بغيتي تنزل وعندك مع مغنيين مشهورين وفنانه وناس اللي مشهورين في الدومين خصكم ضروري تقول له باقي خصني نقادي شغل ان شاء الله يا وصافي رشيد يلاه نتحركوا بحالنا يا حبيبي زيد غنسقسيك سؤال واحد اخي رشيد شنو هو شنو الحاجه اللي خصك تجربها خا باقي ما جربتيهاش الحاجه اللي بغيت نجربها فكر ايش حاجه كتعجبك دابا سنه الحمد لله جربتي كلشي ملتي فلوغا سافرتي جلتي تغنيتي قدمت شو هي اللي باقي لها هذيك اللي بقات صافي ولكن عملتي واحد الخطوه بلا ما تخدم على الجمهور ديالك شنو هي عمل برنامج ديالو جلسه مع اللانجري وما بغاش يلونزي ما عرفتش علاش هذيك باقا باقي ان شاء الله عندهم مصورين اخوتي شي 8 الحلقات مع بزاف ديال المغنيين وبزاف ديال الناس مشهورين دابا نتحركوا بحالنا باش نودو يلا اخوتي السلام عليكم واستناوني ان شاء الله فيديو جديد بيس درنا عمل زوين ان شاء الله ترقبونا عن قريب فيديو جديد فيديو كليب بيني وبين لانجري
السلام عليكم. تهلاو يلاه.